ديالنا الان كيتريطا وكيتخدم عليه واحد المقاربه اللي ما فيهاش الحوار، وبالتالي فمن كنسمع عده اراء مختلفه على الراي الغالب والسائد عند الطلبه، فدابا راني فرحان لانه كاين ارضيه ديال النقاش، ارضيه ديال تفاعل الحجه مع الحجه المغايره ولا الحجه المتناظره معها. لهذا اجدد الشكر نيابه عن اللجنه الوطنيه طلب الطب والصيدله وطب الاسنان بالمغرب وجميع المكاتب وجميع الطلب. هذه بدءا ببدء. ثانيا كنبغي ناكد انه هذا الملف هذا لخصو العنوان ديال 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 الندوه، وانه مستقبل التكوين الطبي في المغرب. هذا العنوان هذا له اهميه كبيره جدا، لانه كيبين ان الملف المطلبي ديال الطلبه مهم جدا. علاش؟ لان المغرب غادي في واحد الورش كبير ديال تغيير جذري في المنظومه الصحيه، غادي في تعميم الحمايه الاجتماعيه، ومن بين الركائز الاساسيه ديالو هو تتميل الموارد البشريه والتجويد العرض الصحي. يعني واحد الركيزتين مهمتين، تتميل الموارد البشريه وتجويد العرض الصحي. ملي كنهضروا على تتميل الموارد البشريه خصنا بعدا نحافظوا على هذه الموارد البشريه في المغرب، اننا نكونوهم بواحد الطريقه اللي غادي نبغيو يبقاو في المغرب ويحبوا بلادهم ويتشبتوا بالخدمه في المغرب، عاد غادي نديروا لهم واحد التتميم باش يزيد القيمه الاعتباريه ديالهم ويزيدوا يخدموا ويزيدوا يعطيو. زائد اننا خصنا نديروا تجويد العرض الصحي، يعني ان العرض الصحي اللي خصنا نعطيوه للمواطن المغربي خصو يكون اهل الكرامه ديال هذاك المواطن، اهل الثقه ديال هذاك المواطن، باش نرفعوا من جوده الخدمات الصحيه في المغرب. هادو من بين الركائز الاساسيه. هادشي مرتبط جدا بالعنوان ديال هاد الندوه اللي هو مستقبل التكوين الطبي في المغرب. علاش؟ لان ملي كنهضر على تجويد العرض الصحي كنهضر على تجويد تكوين طالب طبيب والصيدلي. علاش؟ لانه ملي كنزيدوا في الجوده ديال الطالب خصنا نزيدوا فيها، ماشي نحافظوا على نزيدوا فيها، كنهضروا على تجويد العرض الصحي. يعني الامور مرتبطه. دونك ملي واحد الموضوع ذو اهميه كبيره بحال هذا لا يمكننا ان نقبل بتعاطي مع هذا الملف بغلق الحوار. حنا كطلبه وكلجنه وطنيه ما عمرنا غادي نكونوا ابدا ضد الحوار، بالعكس ديما طالبنا بحوار، وكنا كنقوموا بانزالات وطنيه وتعبئه، ومع ذلك كنحطوا طلبات الحوار، ولحد الساعه مازال كنطلبوا الحوار، وفي اي خرجه اعلاميه وهي الندوه اليوم برهان على ذلك كنطلبوا الحوار، دائما نريد الحوار. سمعنا عده مداخلات من الاساتذه الكرام ديالنا اللي سابقيننا في المهنه واللي كبار في عينينا واللي عندهم تجربه كبيره جدا كبر منا، اللي كتقترح سواء حلول سواء انتقاد لينا، وحنا بغينا غير الحوار. مثلا غير لا ميديسين دو فامي، طب العائله، فين هو الحوار باش نناقشوا على طب العائله؟ فين هو الحوار بعدا؟ يعني اول كلمه غنركز عليها هي الحوار، لانه المقاربه ديال الزجر وحل المجالس والمجالس التاديبيه لا تزيد الطلبه زعما غير واحد الغضب وواحد الاحتقان اللي صراحه نحن في غنى عنه. حنا الطلبه اللي كنشوف شحال الساعه دابا، ساعه متاخره جدا من الليل والقاعه مملوءه، باقي الطلبه حاضرين، يعني انهم عندهم غيره، عندهم واحد الشغف اللي باغيين يبقاو حتى لدابا ويسمعوا ما يهم التكوين ديالهم. دونك كيفاش هاد الطلبه هادو اللي غادي يبقاو حتى لهذا الوقت غادي نعاملوهم بواحد الزجر؟ انا فرحان، لا اخفيكم سرا انني فرحان ان الطلبه كيناقشوا في واحد المواضيع اللي ما يمكن الا تزيد بهم القدام من بعد. غتسالي هاد الازمه غادي تزول، وحنا لعلنا كل الثقه في المسؤولين الحكماء اللي ما غيبغيوش نطيحوا في هاد السنه البيضاء اللي كنتحدثوا عليها، ولكن راه غيبقى هاد الجيل هذا واعي بواحد من المطلبي اللي كبير اللي كيتحدث على التكوين العميق ديالهم، لو فون دو بروبليم، التكوين في اعمق ما له
سواء في التدريب الاستشفائيه سواء مده التكوين كاع الشروط اللي غتخلي التكوين يكون مزيان كيناقش فيه الطالب دابا. يعني هذا الجيل كيناقش امور اللي كبيره واللي من بعد اي طالب من هالطلبه يقدر يكون مسؤول وغيكونوا مسؤولين وعمداء كليات وغياخذوا دي بوست دو ريسبونسابيلتي. كيفاش هذا الجيل غادي نحاولوا نضغطوا عليه بهالطريقه ديال حل المجالس ديال المجالس التاديبيه؟ هذا الجيل خصنا نستثمروا فيه في اطار تثمين الموارد البشريه. هذا الجيل خصنا نربيو فيه واحد التشبث بالبلاد ديالو، التشبث بالوطن ديالو باش يقدر يخدم فيه من بعد. مهم، هذه اول رساله واللي بالنسبه ليا لا يجب على المسؤولين انهم يغفلوا عليها. هذه اهم حاجه بالنسبه ليا وبالنسبه للجنه الوطنيه. نرجعوا للملف المطلبي ديالنا، وانه هذا الملف المطلبي لا يجب اختزاله في 6 سنوات 7 سنوات. الملف المطلبي تراكمات من بدات لا ريفورم ميديكال من 2015 واللي كانوا مناظرات قبل منها في 2007، وكان واحد تراكمات ديال نضالات كثيره باش نجيو نختزلوها في 6 سنين 7 سنين ونحاولوا نشيطوا الطلبه ونبينوهم انهم ما كيفهموش ولا باغين طالعين للسقف ولا بحال واحد الحمله اعلاميه ولا واحد الحمله ديال استصغار الطلبه باش انهم ما يبقاوش يهضروا ونشيطوهم ومن موراها نبروا ونشرعنوا واحد الافعال تجاههم. هذه بالنسبه ليا والله حتى كيضر في القلب، والله حتى كيضر في القلب. لذلك اولا انا عرض الملف المطلبي ديالنا ونخلي 6 سنين 7 سنين هي الاخره غير باش نعرفوا ماذا اهميه الملف المطلبي ديالنا. كنهضروا اولا على ظروف التكوين خاصه في الزيادات المهوله ديال عدد الاطباء. راه ما يمكنش نكون انا طبيب وما باغيش الاطباء يكونوا كثار في المغرب، حيت الا ما كانش الطبيب حدايا انا اللي غندير الخدمه ديالو. الا كان نقص ديال 10 الاطباء غندير الخدمه ديال 10 الاطباء، راه ما يمكنش نكون ضد، ولكن انا او ميم طوم ما يمكنش انني نقبل انا طبيب يخرج بجوده اللي ناقصه. ملي كانوا الاطباء كيخدموا على مثلا طبيب واحد ولا طالب طبيب واحد كيدور على 5 ديال المرضى 10 ديال المرضى، دابا غيوليو 10 ديال الطلبه كيدوروا على 10 على مريض واحد. راه بيان سور ما يمكنش تقول لي انه الجوده غتبقى نفسها. طبعا المغرب غادي في تغييرات كبيره منهم المجموعات الصحيه الترابيه، ولكن المجموعات الصحيه الترابيه كنشوفوها فرصه ولكن ماشي غتطبق دابا ولا غتطبق طبقات هذه عامين فين تزادوا الزيادات في عدد الوافدين. كنتسناو التفعيل ديال هذه المجموعات الصحيه الترابيه وغنتسناو ديك الساعه ما غاديش نرهنوا واحد الشريحه كبيره ديال الطلبه اللي هما مثلا دابا في السنه الثانيه والعام الجاي ان شاء الله غنتفادوا هذه السنه البيضاء باي طريقه ممكنه. العام الجاي اللي شحال باقي له 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر غادي خاصهم يمشيو يستاجيو، خاصهم فين يديروا ستاج. هاد لا بروموسيون ديال دوزيام اني راه كثيره، راه العدد كبير جدا، والسنه الاولى اكبر واكبر في الرباط راه وقيلا وصلوا ل 1000 طالب. يعني باش نبقاو نتحدثوا على الزيادات بدون تفعيل ديال هذه المجموعات الصحيه الترابيه بلا ما نمشيو نشوفوا هذوك لي زوبيتو ونردهم اقطاب جامعيه ولا ديبول اللي يكونوا اهل المعايير اللي حطاهم الكليات ونفعلوهم ويخدموا مزيان، ديك الساعه كيفاش غادي تقدر توفر لهم تدريب استشفائيه ذات جوده؟ يعني هذا اول مطلب. ثاني مطلب هو السلك التالي. الا عرفتوا هاد الازمه هادي راه ما جاتش وليده اليوم، اخر محطه نضاليه كانت 2019. هاد المحطه النضاليه خرجت بواحد محضر اتفاق اللي كان فيه الاشراك ديال الطلبه في السلك التالي مع جميع المتدخلين ابرزهم الاساتذه الباحثين والعمداء وجميع المتدخلين الاساسيين. هذا السلك التالي كل شيء كان كيتسناه، الطلبه كاملين كانوا كيتسناه من مورا كوفيد، كل شيء كيتسنى السلك التالي. وجاء التغيير الحكومي، اول حاجه لقيناها هو قرار من وزير التعليم العالي ديال خفض التكوين مدة التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات والرفع من عدد الوافدين ب 20% كل عام حتى الأفق 2025. ولكن السلك الثالث فينا هو؟ سولناهم، درنا طلبات الحوار، لقينا بأن هذا السلك الثالث مازال ما كاينش، ورقة بيضاء قالت لينا أنه هو ورقة بيضاء باقي ما خدمناش عليه.
دونك الطلبه اول حاجه غيعبروا على واحد السخط ديالهم. علاش؟ لانه كانت هيكله جديده. دخلنا في بروميير سيكل السلك الاول، السلك الثاني، وصلنا للسلك الثالث. خاصنا السلك الثالث ديالنا باش نكملوا نظام جديد. هذا السلك الثالث غير موجود، ولكن شنو لقينا؟ لقينا تخفيض عدد سنوات التكوين اللي مرتبطين بالسلك الثالث. انا ملي غنسالي في 7 سنوات ولا غنسالي في 6 سنوات ندخل مباشره للتخصص الا كملت. وبالتالي فالقرار مرتبط بالسلك الثالث ارتباطا وطيدا جدا. هادشي علاش الموقف من الاول ما كانش عدمي اباتاتا. جا واحد التخفيض اللي كان مقرون بطب العائله، بزاف ديال الامور مرتبطه ببعضياتها. الطلبه ما يمكنش يكونوا عدمين ويقول لك لا نحن نرفضوا رفضا قاطعا من الاول. ما يمكنش طلبه واعيين وما يمكنش يقول لك هكا من الاول. ربطنا الرفض غير مبدئيا حيت ما كانش الاشراك. يلاه يلاه سنين على السلك الثالث اننا نكونوا مشروكين فيه، ما لقيناش هذا الاشراك هذا. دونك تحطات بطريقه احاديه، ترفض القرار مشروط بالسلك الثالث وبطب العائله بتصور واضح حول طب العائله. يعني ما حطيتيش السلك الثالث وما شركتينيش فيه وما كايناش ما كاينش تصور واضح حول طب العائله، راه بيان سور غنرفض حيت هذا القرار. واش هذا القرار غيطبق على الاطباء؟ لا، الاطباء تخرجوا كيخدموا. واش هذا القرار غيطبق على الممرضين؟ لا، الممرضين عندهم تكوين ديالهم. غيطبق على الانجينير، على المهندسين؟ لا، غيطبق على الطلبه اللي كاينين دابا. بالبديهي ان هاد الطلبه غيتفاعلوا معاه. ما يمكنش تقول لي ما يمكنش تفاعل مع هذا القرار هذا. يعني كانوا جوج امور، امرين مرتبطين، السلك الثالث والتخفيض. السلك الثالث وطب العائله والتخفيض. وبالتالي فكنطالبوا باننا نتشاركوا في السلك الثالث باش يكون توافق، ماشي نبقاو عاوتاني كل مره نخرجوا في نضال. حنا البلاصه ديال المدرجات ماشي بلاصتنا الشوارع ديال الرباط. حنا راه ما هذا الشيء ما لا يليق بنا وما بغينا نتفاداوه في اقرب وقت ممكن. نرجعوا دابا للتخفيض. علاش التخفيض؟ حنا اولا نريد ان نعرف لماذا جاء هذا التخفيض. لحد الساعه لا نعلم، لاننا في الاول بدءا ببدء كنا عارفين ان هذا التخفيض كما جاء في النموذج التنموي ان التخفيض ما غيكونش بوحدو، ماشي غادي نقصوا الخمس سنوات كيف ما قال الاستاذ. راه بعدا عنده بيان سور عنده الصح، كان النموذج التنموي كيتحدث على 5 سنوات، ولكن واش هاد 5 سنوات فقط؟ لا، مقرون بطب العائله. يعني تقدر 5+2، 5+3، اللي هي 8 سنين ماشي 6 سنوات. زائد من مورا الازمه ديال 2019، الازمه خرجت بواحد اللجنه مشتركه خرجها رئيس الحكومه اللي فيها جميع المتدخلين، الاساتذه الباحثين، العمداء، الطلبه، وزاره الماليه، وزاره الداخليه، كاع المتدخلين في الشان ديال التكوين والشان ديال الامور الطلابيه. وخرجوا بعده توصيات. فالتوصيات كاملين ما كاينش 6 سنين وغتاكزيرسي، ما كايناش. كاين سوا 7 سنوات وغيقوموا بعده اجراءات اخرى، ولا تخفيض ديال سنوات التكوين من 7 ل 6 باش تدخل التخصص. تخصص سواء طيب العائله، سواء عده تخصصات اخرى. دونك ما كانش بوحدو هاد التخفيض هذا. بغيت في الاول كنشوفوا خرجات اعلاميه سواء ديال المسؤولين سواء ديال وزير التعليم العالي الذي يتحدث ان المغرب عنده خصاص ديال الاطباء، وبالتالي درنا هاد التخفيض على اساس ان هاد التخفيض في سنوات التكوين هو اللي غيحل الاشكاليه ديال ندره الاطباء. هادشي غير صحيح، هادشي غير صحيح. وهنا فين كاين الاشكال؟ هو ان الطلبه ملي كيشوفوا خرجات بحال هادو، طلبه عندهم قراو الرياضيات وقراو المتتاليات ويعني عندهم واحد الحس رياضي وحس علمي، راه كيطرى اشكال. لانه نشرح لكم ببساطه، نعتبروا ان سنوات التكوين ديالنا ولا المسار الدراسي ديالنا عباره عن واحد الدروج، واحد السلالم. السنه الاولى ولا الدفعه الاولى الدرجه الاولى، موراها الدرجه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، الى السنه السابعه. جيتي حيدتي السنه السابعه، يعني الدرجه ديال السنه السابعه تلاقى مع الدرجه ديال السنه السادسه، غتولي واحد الدرجه كبيره سميكه.
غادي تخلق لينا غير عده مشاكل الا خرجات بهذاك لو نون، حيت ما عندكش سعه التدريب والسعه السريريه باش تواكبها. غتولي عندك واحد الدفعه سميكه، غتخرج ديك الدفعه من موراها شنو غادي يطرى؟ كل عام غادي تخرج دفعه اخرى. يعني السنه السادسه غتولي غتخرج، السنه اللي في الخامسه غادي ياخذ بلاصتها، اللي في السنه الرابعه ياخذ بلاصتها، اللي في السنه الثالثه ياخذ بلاصتها، وبقى كل عام كنخرجوا دفعه. يعني في 50 سنة، في 50 سنة كنت تخرج 50 دفعة، درتي التقليص شحال تخرج 51 دفعة. في 100 عام 100 سنة كنت غتخرج 100 دفعة، غتخرج 101 دفعة. في 1000 عام كنت تخرج 1000 دفعة، شحال تخرج 1001 دفعة. يعني الأمور واضحة، زعما ماشي هذا هو السبب. وكان كانت خرجه اعلاميه ديال احد العمداء وصحح هذه المغالطه اللي كتروج. واش هاد السنه السادسه الى تم تخفيضها غادي نحبسوا الاطباء من الهجره؟ لا 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 ابدا، بالعكس غتسرح الهجره. راه دابا الطلبه كيمشيو وسط التكوين ديالهم، عندهم القدره يمشيو وسط التكوين ديالهم. السنه السادسه في بلاص ما نزيد السنه السابعه هذا العام في بلاد في المغرب، تقدر تزيدها في المانيا وتكون غيمونيري تخلص عليها، يعني غتزيد تستقطب. يعني ما كاينش اشكال، كيشوفوا شحال دوزتي، خاصك شي عام عامين نزيدوه ليك. كلشي محتاج الاطباء سواء المغاربه ولا غير المغاربه، وخصوصا المغاربه اللي عارفين مدى الجديه ديالهم في التكوين ديالهم. يعني لحد الساعه ما عارفينش، لحد الساعه كنقولوا ربما كاين شي اكراهات. حنا هاد الاكراهات اللي ما عارفين لحد الساعه اكراهات ما عارفيناش حنايا، واش كاين شي اكراهات اخرى؟ سمعت السيد العميد تحدث على طب الاسره، حنا واش تحل الحوار حول هذا وخدينا الطلبه على طب العائله وقالوا لا؟ واش كانوا حلول بديله طرحات والطلبه قالوا لا؟ شي طرحوا الحلول البديله في الحوار البناء والفعال. ثاني الحوار ماشي غير حوار صوري، الحوار هو انني غنجلس معاك وانت تجلس معايا وغنعطيك الموقف اللي كيعبر عليه الطلبه، وتعطيني الموقف الحكومي ولا الوزاري ديالك باش نتفاعلوا بيناتنا، ماشي نجلس معاك باش تقول لي لا رجعت فيما غنناقش معاك فيه. يعني انك من الاول كتقول لي انا ما دايرش معاك حوار. يعني ملي كنكونوا في حوار يعني انه سواء عندك خلل في الرؤيه ولا انا عندي خلل في الرؤيه، وكندير واحد الحجاج منطقي وكنخرجوا بواحد الخلاصات اللي كل واحد فينا خصو يكون لين باش انه يلقى حلول، ماشي من الاول ما تناقش معايا. وحنايا زعما صراحه كنطالبوا بواحد الجديه في الاجتماعات وفي الحوار مع الطلاب. يعني كنقولوا ربما كاينين اكراهات اللي حنا ما عارفينهاش. هاد الاكراهات نزلوا شرحوهم للطلبه، صرحوا الممثلين ديالهم، وإلا كان شي تعصب كبير علاش هاد الحلول ما طرحاتش ومشينا في غلق الحوار وفي الترهيب والقمع. يعني انا بالنسبه ليا طلبه ليسوا عدميين بتاتا، منفتحين على جميع النقاط يناقشوهم بكل مسؤوليه. وبالتالي فالكلمه الاساسيه اللي نعتبر عنوان المداخلة ديالي هي الحوار، الحوار الفعال والبناء والحقيقي. زائد اسمحوا لي غنطول حيت كان عدة أشياء طاخشت. النقطة الأخيرة في الملف المطلبي ديالنا نهضروا على التعويضات عن المهام. التعويضات عن المهام اللي ما يمكنش أن الطلبة لحد الساعة 21 درهم في النهار، لا ديال التنقل لا ديال لي غارد لا ديال التدريب اليومي. يعني خاص اعاده النظر في هذه النقطه بجديه. اما بالنسبه للنقط التي تم ذكرها، يعني اهم بغي نهضر على واحد القضيه اللي هي اهميه ادراج راي الطلبه في التغيير. كانوا عده تجارب سابقه، مثلا نبنيو على الاعتماد ديال الكليات لاكريديتاسيون دي فاكولتي. اول حاجه ماشي من اول حاجه، من بين ركائز ديال الاعتماد هو راي الطلبه. كيطلبوا من كل كليه
يعطيونا تقييمات ديال الطلبة باش ياخذوهم بعين الاعتبار في الاعتماد ديال الكلية بأكملها واعتماد التكوين بأكمله. يعني رأي الطلبة مهم جدا. كاينين مبادرات سابقة لينيسياتيف 3300، مبادرة 3300 طبيب، كانت تقريبا ما لم تتخذ رأي عدة فاعلين ووصلت لأنها ما وصلتش للزوبجكتيف ديالو، الأهداف اللي سطراتهم ما وصلتش ليهم، غير خلقات واحد الاكتضاد ودفعات الناس أنهم يهاجروا بزاف ديال. علاش؟ تشوف غير الدراسة اللي تم إجراؤها في 2022 في كلية الدار البيضاء على أسباب ديال الهجرة، تلقى السبب الثاني ديال الهجرة هو أن اللي وصل 97.6% اللي هو البحث عن تكوين أهم وأفضل في البلدان الأخرى. هذا السبب الثاني، ماشي الفلوس، ماشي حاجة أخرى، السبب الثاني هو البحث عن تكوين أفضل. وبالتالي إلا خدينا الرأي ديال الطلبة وإلا شركناهم راه يمكن إلا أننا نتفادوا أي خطأ ولا أي مشاكل مستقبلية. والحاجة أنا صراحة عجبوني المداخلات ديال سواء الأساتذة سواء العميد ديالنا، غير هو حاجة واحدة ما عجبتنيش صراحة من اللي تم إدراج طلبة كفاكتور ديشيك. صراحة سي با ان فاكتور ديشيك، نقدروا نقولوا فاكتور بيرتوربون، واحد العامل شوية فيه صداع، ولكن كونوا أكيدين أن هذا الصداع ما يكون إلا يكون بناء. حنت عندك واحد الشريحة كبيرة اللي اتفقت كامل على واحد الإشكالية، عرف أنه فريمون كاين إشكال. يعني واخا يبان لينا أنه الأمور ما لا تستدعي هادشي كامل، ولكن لا راه كاين إشكال. راه الطبيب العام ماشي الطبيب الاختصاصي اللي غيدوز من السنة السادسة الاختصاص، الطبيب العام هذا هو إشكال كبير. طلبة سولني العميد في الكواليس، علاش واش درتو شي تحليل سيكولوجي حقيقي علاش الطلبة ما بغاوش هاد 6 سنين؟ واخا هو واحد الخفض ديال العام، راه ربحناكم عام، علاش؟ كنت سألت في هذا الموضوع مع نفسي وعارف الجواب، ولا ماشي جواب بأكمله، حتى واحد ما كيمتلك الحقيقة المطلقة، ولكن من بين الجوانب اللي بانوا ليا وأن الطالب اللي كيوصل للسنة السادسة ولا كيوصل للسنة السابعة مازال كيحس براسو كان يقدر يدير حسن، مازال ما كيحس براسو خاصو يزيد يتكون، خاصو مازال، يعني كاين خلل من السنة الثالثة للسنة الخامسة، هذا هو فين أكبر خلل كاين. وهو علاش الملف المطلبي ديالنا كيدور حول ظروف التكوين. هادشي علاش الطلبة دابا ملي كيشوفوا واحد التخفيض ديال سنوات التكوين من 7 ل 6 بلا ما تكون هيكلة حقيقية من السنة الأولى للسنة السادسة كيرفضوا رفضا قاطعا. هادشي علاش وقيل الأمين العام فهم من كلامنا أننا لا نرفض مبدئيا ولكن نرفض إجرائيا. دابا في الحالة أكشويل طلبة يرفضون هذا التقليص رفضا قاطعا، ما حد ما كاينينش شي حلول اخرى، باقي ما تقترحوش علينا حلول اخرى. الا كانت هيكله من السنه الاولى السنه السادسه هيكله جذريه وغادي نزيدوا التدريب الاستشفائيه وغادي هاد السنوات ولا هاد لو فوليوم اونغير واحد هاد الحجم وهاد العدد الزمني اللي ضاع نعرفوا كيفاش نسترجعوه. طلبة منفتحين على الحوار، ولكن في ظل غلق باب الحوار لا يمكننا إلا أن نتشبت ونصمد وننتظر تدخل المسؤولين بجدية لإيجاد حل لهذا الإشكال هذا. يعني صراحة الحديث يطول، وكنتمنى أن هذا التغيير الجذري وهذا الورش كبير اللي غادي في بلادنا أنه يلقى ناس مسؤولين جديين اللي غادي يوقفوا مع جميع الفاعلين سواء الأساتذة ولا العمداء ولا الطلبة ولا التقنيين ولا يعني جميع الفاعلين في هذا الميدان هذا، أطباء العامون الاختصاصيون سواء في القطاع العام سواء في القطاع الخاص، يلقاو
انتيغان دونطونت واحد التوافقات كبيره. وبيان سور حنا كطلبه اولى دابا حنا دايرين شويه ديال الصداع املا في 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 انفراج قريب ان شاء الله. وشكرا شكرا